أهلا بكم. 3 أشهر مرت على تشكيل رئيس الحكومة محمد الشيع السوداني لجنة لإعادة النازحين إلى ناحية جرف الصخرة في محافظة بابل، لكن الملف لم يشهد حتى اللحظة أي تقدم سوى زيارة وحيدة للجنة إلى المحافظة بعد تشكيلها مباشرة. النازحون بدوا يائسين من دور اللجنة واتهموها بالتخدير في ظل عدم وجود أي تحرك رسمي لفتح الناحية أمام أهلها. سنوات كثيرة مرت ومواطنو الجرف يعانون من التشرد ويطالبون بالعودة إلى الناحية لكن دون جدوى، فقضية عدم توفر الخدمات هو كلام غير واقعي، وكل ما يذكر بشأن تشكيل لجنة هو فقط لتخدير السكان والرأي العام. الناحية أصبحت تحت سيطرة جهات مسلحة، وحتى الحكومة والقوات الأمنية ممنوعة من الدخول إليها. الحكومة أساساً غير مسيطرة على الناحية، كما أن هناك أسباباً سياسية أخرى، وما يجري هو معاقبة كل أهالي الناحية بسبب تهمة انتماء بعضهم لتنظيم داعش. هناك نوايا بإحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة، وهذا تقبله الأديان السماوية ولا حتى القانون الدولي والإنساني. أهالي الجرف مستمرون بالمطالبة بعودتهم، وإلا ما فائدة النصر على تنظيم داعش والأهالي ما زالوا نازحين، بل تم وصفهم بالإرهابيين.